شاطئ لا يخطر على البال، الوصول إليه غير ممكن إلا عن طريق السباحة، وهو ليس من عجائب الطبيعة لأن اليد البشرية هي من صنعته، لكن عن طريق الخطأ. تعرفوا معي على حكاية الشاطئ المخفي. قصة هذا المكان تأخذنا لعام 1900، حينما كانت الحكومة المكسيكية تجري اختبارات للمتفجرات العسكرية. الحكومة أجرت هذه الاختبارات على جزر غير مأهولة وبعيدة نسبياً عن المدن السكنية، وقد لا نعرف ما هي نوعية المتفجرات، لكنها كانت قوية للدرجة التي خلفت حفراً ضخمة وكهوفاً في هذه الجزر. واحدة من هذه الحفر أصبحت الشاطئ المخفي الذي يطلق عليه بلايا دي لامور، الموجود في جزر إيسلاس مارييتاس قبالة ساحل ريفييرا نايريت. الشاطئ يقع بالكامل داخل كهف شبيه بالحفرة العملاقة، ولا يمكن رؤيته بوضوح من الخارج، ونظراً لاستثنائية هذا المكان فلا يمكن للزائرين الوصول له إلا عن طريق القفز في الماء والسباحة تحت الصخور للوصول للوجهة الفردوسية، حيث الرمال الذهبية ناعمة والمياه الكريستالية صافية. ورغم أنه تكون نتيجة تفجير، لكنه جذب بعض الكائنات البحرية النادرة للعيش فيه كالحيتان الحدباء والدلافين وأسماك مانتا والسلاحف، كما تنتشر فيه الشعاب المرجانية المذهلة. ونظراً لغنى الثروة الحيوانية والنباتية فيه، حولته السلطات المكسيكية إلى محمية طبيعية، حيث يمنع فيه الصيد أو القنص أو الغوص أو أي نشاطات قد تؤذي الطبيعة. أثار غموض المكان فضول الآلاف الذين توافدوا لزيارة هذا الشاطئ، حتى وصلت أعداد الزوار إلى 2500 زائر يومياً في عام 2016، ولكن هذا الخبر سبب جدلاً لدى الأوساط المهتمة بالحفاظ على البيئة الفريدة للمكان، وتم إغلاقه بشكل مؤقت، واليوم لا يسمح بزيارة أكثر من 100 شخص يومياً، وذلك عن طريق منظمي الرحلات السياحية الحاصلين على التصاريح اللازمة. وإن كنتم تتساءلون عن مصير التفجيرات العسكرية التي أجرتها الحكومة يوماً ما، فقد انتهت بعد أن قاد عالم البيئة الفرنسي جاك كوستو احتجاجاً في الستينيات بهدف وضع حد للتدخل البشري المؤذي للطبيعة. وتوقفت التفجيرات وتوقف معها أي تكوين جديد لشواطئ مخفية. هل ستضع الشاطئ المخفي على قائمة الأماكن التي ستزورها يوماً ما؟